طبعا كنت أبد ما أحب آكل الدجاج ولا أحب أسويه، بس من جربته بهاي الطريقة وبهاي التتبيلة بالذات صار الدجاج إدمان. تعالوا خلي نسوي دجاج بالفرن بطريقة سهلة وبسيطة. نبدأ بالمكونات ونقول بسم الله. حتى نجهز التتبيلة راح نحتاج 4 ملاعق كبيرة من الروب الزبادي، ونص كوب من الزيت النباتي، ونص كوب من الخل الأبيض. من بعدها ننزل 3 ملاعق كبيرة من معجون الطماطة، وهسه ننزل البهارات. نصف ملعقة كبيرة من الثوم والكمون والكزبرة والبابريكا، من كل نوع نصف ملعقة كبيرة. هسه ننزل 7 بهار والدارسين والكاري والزعتر والزنجبيل والفلفل الأسود. هسه حبايبي ننزل البهارات بهذا الشكل، ومن بعدها ننزل نصف ملعقة كبيرة من ملح الليمون اللي هو اللمندوزي، وملعقة كبيرة من الملح، وملعقة كبيرة من النعناع المجفف، ونص كوب من المي، ونمزج. هسه حبايبي ننزل دجاجة كاملة غسلتها كل الزين ونقعتها بالمي والملح والخل لمدة ساعة كاملة، وثقبتها حتى تشرب التتبيلة كل الزين، ونغطيها ونتركها ليلة كاملة بالثلاجة أو ساعتين. أنا راح أخليها ساعتين. طبعا الخضروات حسب ما أنتم تحبون، أنا راح أستخدم بصل وجزر وبتيتة، وتبلتهم بملعقة كبيرة من الملح وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والكمون. وآخر شيء نخلي عليهم من التتبيلة اللي سويناها، ومن بعد نخلي الدجاجة بصينية للفرن. طبعا أنا حبيت أغلفها بهذا الشكل، ونخلي الخضروات بهذا الشكل، وآخر شيء نخلي الفلفل وبقايا الصلصة. من بعدها حبايبي جاهزة حتى ندخلها الفرن. نغطيها بورق الزبدة وورق القصدير بهذا الشكل، ندخلها فرن حامي مسبقا على درجة حرارة 190 من الأسفل بالأول لمدة ساعتين. بعد مرور ساعتين نطلعها من الفرن، نوخر ورق القصدير وورق الزبدة بهذا الشكل، ونرجعها للفرن لمدة نص ساعة أو أكثر منها لما تاخذ هذا اللون الذهبي. أول ما نطلع الدجاجة من الفرن ندهنها بملعقة كبيرة من الكتشب ودبس الرمان حتى ينطيها لمعة وطعم كلش حلو وريحة بعد أطيب. ما أحكي لكم حبايبي طعم الدجاج زقد طيب ومي مل منعتها، واللحم مالتها ذايب مثل ما تشوفون. أتمنى إذا حبيتوا هذا الفيديو عجبكم، لا تنسون الضغط على زر اللايك والتعليق الحلو والإضافة، وبالعافية.